ملك إسبانيا يؤكد أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة مع المغرب على أسس أكثر متانة. أبرز العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس يوم الاثنين أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة مع المغرب على أسس أكثر قوة ومتانة. وأشار العاهل الإسباني خلال استقبال خاصة به السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا إلى أنه مع المغرب اتفقت حكومة بلدينا على القيام سويا بإعادة تحديد العلاقة للقرن 21 بناء على أسس أكثر قوة ومتانة. وقال الملك فيليبي السادس: الآن ينبغي على الأمتين تسير معا من أجل الشروع في تجسيد هذه العلاقة بدءا من الآن. وأضاف: قربنا وكثرة الاتصالات المتعددة التي تجمعنا تجعل علاقتنا مترابطة بشكل واضح، ولهذا السبب سيواصل بلدنا بذل كافة الجهود اللازمة لإحداث وتعزيز فضاء مشترك من السلم والاستقرار والازدهار. وفي هذا السياق أوضح العاهل الإسباني أن العلاقات التي تجمع بلده مع المنطقة المغاربية تكتسي طابعا استراتيجيا. نشكركم على حسن المتابعة.